معلش 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 هنعمل واحد تاني هنعمل واحد تاني. بوبي باوز بوبي باوز القلعه بوبي باوز القلعه بتاعتها. احلام شو ازيك عامل ايه يا امين؟ سبع سنين عدوا هول كده. دي بنتك؟ العفريتة الصغيرة بتاعتي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ جمانة. مامتها بقى أصرت إنها تسميها أول ما اتولدت، أمهات بقى اللي مين بفيها. اسمك حلو قوي. شكراً. إنتي عاملة إيه؟ أنا كله تمام الحمد لله. بتعملي إيه اليومين دول؟ بشتغل في بوزيشن كويس يعني في شركة وكده. طب وطنط عاملة إيه؟ طنط كويسة. مامي كويسة قوي الحمد لله صحتها كويسة. ما بتشوفيش حد من أيام الجامعة؟ لا بقالي مدة طويلة جدا ما شفتش حد. كلام جميل. طب انتي قاعدة هنا قد ايه؟ النهاردة بالليل هرجع. انت حابب اشوفك تاني لو ما وريكيش حاجة؟ لا لا ما وريش حاجة يعني خالص. خلاص هقابلك هنا بعد كده. باي. يا سلام قد ايه المنظر جميل يا بنات. مش هتصدقوا حصل معايا ايه. ايه؟ مش هتصدقوا. ما تقولي. شفت امير. امير مين؟ امير 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 اميري. اميري مين؟ امير امير اول راجل حبيته. امير. ايوه انت كنت بتحبي حد اسمه امير؟ ايوه يا بنتي ركزي بقى. استعبطي ولا ايه؟ ها ها ها. امير اللي كان معايا في الجامعه. امير امير يا بنتي. امير مش فاكره. ماشي هاكي انت دخلت ولا لا؟ انا مركزه قولي بقى. فكرت. كملي. كان بيتمشى على الشط هو وبنته. ده اتجوز بقى وكرش وصلاع. لا مش بكرش خالص شكله زي القمر اصلا شكله بقى احلى من الاول بكتير. طب ذاتس جريت يو جاست ان تايم. جاست ان تايم فور ايه يعني؟ ما هو متجوز. لا انت قلتي شفتيه بيتمشى على البحر مع بنته. ما قلتيش انه كان بيتمشى على البحر مع بنته ومراته. صح. يعني ايه يعني؟ يعني ممكن قوي تكون مراته دي متطلقه ماتت راحت من مسجونه. سجنت. هو فعلا انا ركزت في ايده ما كانش في جبنه. برافو شفتي دروسي. ربنا. وبعدين هو كان لطيف معايا قوي كده وبعدين قال لي عايز ان احنا نتقابل بعد الظهر. ايوه بس انا مش هروح طبعا. ليه؟ عشان هو متجوز. يا بنت الحلال لو مراته كانت موجوده كنت هتشوفيه بتتمشى معايا. صح ولا لا؟ صح. بس انا مبسوطه قوي ان انا شفته. حرام. الحمد لله واحدة فينا طلع لها بحاجة. ايوه شكله فظيع اصلا. هو شخصيته فظيعة طول عمره رومانتك كده وحلو. احكي لنا. وفي يعني كان بيحبني جدا اساسا. كان بيعمل حاجات مش ممكن تصدقوا بيعمل ايه. أيوة. مثلا مرة انا كنت عيانة جدا وما روحتش الجامعة يومها. وما كانش في موبايلز طبعا. انجزي يا احلام. لا تمام. انا بقول لك عشان القصة يعني احنا فاهمين القصة. انجزي. فهو جه الشارع بتاعنا وطبعا مش هيعرف يجي عندنا البيت وكوكو ممكن تقتله يعني. طبعا طلع العمارة اللي قدامنا بتاعت الجيران. طلع فوق السطوح وفضل واقف طول النهار مستنيني عشان اطلع لغايه ما شافني وانا طالع على البلكون عشان يطمن عليا. تصوري. هو ايه ده؟ هو ايه؟ انتش عرفك اصلا انه كان قاعد طول اليوم في السطوح؟ اما انت مش عارفه انا عملت حركه عبيطه جدا اصلا على الشط. ازي مش كان. ايوه السكارف بتاعي طار. وانا ما عرفتش اتلم وامشي. فجيت هاخده كنت وقعت عليه زي الهبله بتاعت احلامي. الفيلم ده كان اسمه عبيطه على الطريق. حاجه كده. يا ليلي عبيطه يا ليلي. بقول لك ايه المهم دلوقتي احنا لازم نزوقك ونخليكي زي القمر. عندي حته دين فستان بصي عامل زي السليبات كده وهنا كله شغل. الله هخليكي مزه هخليكي قمر. لا يا كوكي ما علشان يعني عارفه انت فساتينك حلوه قوي. ما انت طويله. لا 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 لا